شو حلوة. مش معقول يا ستنا، مش عم بقدر صدق. هاي كتابتك؟ شو لقيت؟ شو لقيت؟ بتعقد، بتفلش، بتشل، بتجنن. جو لا تبالغ مثل عادتك. لا عن جد هالمرة الغنية اللي كتبتيها يعني قنبلة صاروخ قذيفة. لكن مشان يعرفوا اني موهوبة بالشعر مثل مالي موهوبة بالغنى. واو ما عم صدق. هي نور. نور اشتقت لها. الو الو، هاي ميدو، كيفك حبيبتي؟ لك اشتقت لك كتير كتير كتير. مو قدي، انا كتير مشتقت لك. انا هلا وصلت من دبي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. طمنيني، انت هون ولا ببيروت؟ لا حبيبتي، انا ببيلتي بالشام. عم تمزحي؟ صار عندك فيلا؟ ان شاء الله الف مبروك. لا هيك بدي الحلوان. لعيونك، احلى حفله عندي هون بالفيلا وللصبح. دخليك عم تسمعي شي عن الصبايا؟ بتعرفي عنهم شي؟ لا والله حبيبتي، الاخبار شبه مقطوعه. هلا انت تعالي عندي المساء ونحكي بالموضوع. خلص ناطرتك الساعه 6 ورح ابعث لك الشوفير. اوكي طيب حبيبتي، ماشي. بدك شي؟ بشوفك اكيد. باي باي حبيبتي. جو انا كثير تحمست لساوي الغنية. حقك حقك تتحمسي يا ستنا، ما شاء الله عليكي. شو هالشعر هيدا اللي كتبتيه؟ يعني الصراحة انا مستغرب وين كنتي مخبيه كل هالمواهب هيدي. شوفي شايفي هذا الشعر؟ يعني اذا هلا المتنبي وابو العتاهي او ابو نواس وابو فواز وابو احمد بيقوموا من قبرهم بيعجزوا انه يكتبوا هيك شعر. مين؟ ما عم صدق. هي سميحة. سميحة لك اشتقت لك ولا كيفك ميديا؟ ايوه انا كمان اشتقت لك كثير. لكن ما صدقت على الله امتى نزلت على الشام. اشتقت للصبايا كلياتهم. اجي على بالي اشوفهم كلهم. لا عن جد عم تحكي؟ صار عندها فيلا. شو؟ مبروك، بتستاهل. امتى حكيت معك؟ بالله قال نور وصلت. عن جد وصلك من دبي؟ ايه مزبوط مزبوط. انا شفت على اللوحة انه هبطت طيارة دبي قبل ما تهبط طيارة حلب بربع ساعة. بالله لك يا لك وقدر عم يأكد الخبر. بالله السلامة. حقيقي صحيح كنت وقفت في وسط الريح وانا بنهار وانا فاضل. يلا ما مشكلة. بسم الله. مغرب يا مغرب. وصل الحلو ان شاء الله بيقبرني جماله يا رب. بسم الله. لك فوت انقبر على شغلك يا مطقطع العين تطرقك ان شاء الله. فوت جاي تجيك مجاية ان شاء الله. قولي على ليش هيك عملت؟ من شو هربت؟ ليش هيك أنا خايفة؟ معقول أنا أهرب هيك من الصبايا؟ بعدين لأنت بدي طلع مكذب عليهم وعلى حالي. أنا ما عم بعمل شي غلط. أنا ما لازم أهرب. لبنى شو مشكلتك انت اليوم؟ ولا شي ولا شي. شلون ولا شي وانا شايفك مره بتهربي من الزباين مره بتلحقيهم لبرا؟ شو عم بيصير معك انت؟ ما عم يصير شي. ومينو هدول البنات اللي فاتوا على المحل وعملوا شوشره وحتى كاسه مي ما طلبوا؟ رفقاتي. وهي البنت اللي كانت معهم مو دادو اللي بتغني؟ بلا هي دادو. وانت ليش هربتي لما شفتيهم وما حكيتي معهم؟ استاذ مو انت قايل لي انه ما احكي مع حدا من الزباين وانه اذا حكيت مع حدا رح تقلعني؟ ايوه يعني انت كتير حريصة على التعليمات. على كل حال الانذار تبعي لساته شغال. تفضلي على شغلك. ما عم صدق. هلا شو رحنا هوين؟ رح نجي بكرة على نفس الكافيه. لا وبركي طنشتنا وما ردت تحكي معنا. ايه لا ما بظن. وانا ما بظن.
أنا بصير إنه اليوم هيك صار معنا إنه تفاجأت فينا. اسمعوا اسمعوا شوي. الحمد لله. مرحبا طعم. إن شاء الله ما تكوني تغديتي. لأ ما تغديت لسه. شو جايبتي لي معي؟ جبت لك أطيب سندويشة شاورما بالعالم. غريبة من لك هالكرام. لا يا عم شو تزعل منك؟ ليش أنا عندي أغلى منك بالدنيا؟ صادقة البعيدة. بس صراحة بدي أحكي معك بموضوع. من يومين شفت قرايبتي بالطريق. عملت شو قالت لي؟ يا حرام. قالت لي إنه ساكنة لحالها ببيت كتير كبير. بس هو قريب من جامعتي. فطلبت مني اجي اسكن معه، قال منه بونسا ومنه ما بتاخر على الجامعه الصبح مشان هدول الطرقات والعجقه والقصص هي، فانا قلت له لا ما رح اقدر اقول لك شيء، بسال طنط سوسن وبرد لك خبر، فشو رايك؟ شو قصدي؟ بصراحه عم فكر اترك الغرفه هون واستاجر عند قرايبتي، حرام تتونس فيني. بس انت دافعه سنه لقدام وما مرق الا شهرين من السنه، شبكي؟ ايه انا بعرف، بس شو عم قول بيني وبين حالي؟ انه انت بركي بتخصمي الشهرين اللي مرقوا وبترجعي لي الباقي. ما بقدر حبيبتي، قلت لك بدي اعمل عمليه تجميل ودفعت له رعبون للدكتور. اي بس يا طنط انا ما بصير. هلا القصه ما بدها كثير بسبسه، حبك تعديك مالت السنه اهلا وسهلا، ما حبك كمان اهلا وسهلا. هذا اخر كلام عندي؟ ايه اخر كلام ولا رجوع عنه. بونسوار ستنا. بونسوارين، شو صار معك؟ الهيئة مش رح يزبط حجز الاستديو. وليش بقى؟ ما بعرف، كل الاستديوهات محجوزة. ليش كم غنية عم تتسجل باليوم؟ يا عمي في أزمة جديدة بالبلد اسمها أزمة الاستديوهات. جو كأنك عم تبالغ مثل عادتك، يعني أنا بسمع بأزمة المازوت، أزمة السكن، الأزمة المالية العالمية، بس انه يكون في ازمه الاستوديوهات ايه والله ما معقوله. ايه مزبوط ستنا معك حق، بس المشكله انه الاستوديوهات كلياتها مشغوله بدبلجه المسلسلات التركيه وهي اللي سببت الازمه هاي اللي نحن عايشين فيها هلا. اسمع جو، بتقلي عم يدبلجوا تركي، عم يدبلجوا صيني، عم يدبلجوا هندي، ما لي علاقه، بتدبر لي استوديو خلال 48 ساعه من تحت الارض وما بدي اي عذر، فهمت؟ اوكي ستنا اوكي، بس ما تعصبي، خلص بصير مثل ما بدك. تفضل استاذ، هي الحساب. خير لونا، مو على بعضك متلك ليش؟ حسان بعدين بحكي معك، مشان الله تلاقي لي شغله غير هالشغله، والله العظيم رح توق. حدا عم بيزعجك هون؟ بعدين نحكي. شو بتحب تاخذ استاذ؟ واحد نسكافيه. نسكافيه حضرتك؟ على عيني. حسان ده المختصر، الوضع هون ما بينطر ولا يهمك. تفضل استاذ. لبنى لو سمحتي شوي. نعم استاذ. مين هذا الشاب يلي كنت عم تحكي معه؟ هذا شاب قرايبي واسمه حسان. بعدين انا ما كنت عم بحكي معه، انا عم بتعامل معه مثله مثل اي زبون. انا ما رح اتناقش معك، بس بدك تعتبري انه هذا اخر آخر آخر تحذير بالنسبة إليك. مع الزباين ما في رغي وفتح سيار. تفضلي على شغلك. عزمكم على شو ما بدكم. منى لو سمحتي شوفي الصبايا شو بيشربوا. انا بدي حط شوكليت. نعمل ليمون مثلها.